أما الحين فراح نشرح شلون الطالب يدخل إلى الفصل، شلون يرد على المعلم، شلون يحل الواجبات والاختبارات والأنشطة. طبعاً أول شيء الطالب لازم ينزل البرنامج، لأنه ما راح يقدر يدخل عن طريق جوجل، ومن ثم راح يدخل على أيام أستودنت وراح يصور الباركود أو إنه يدخل اللي هو الكود. طبعاً كل طالب باسمه له كود خاص. طبعاً الحين ظهر لنا اللي هي الصفحة الرئيسية، راح نشرح أول شيء الإعدادات. نفس ما احنا شايفين الاسم، اسم نورة. الإعدادات هي نفسها إعدادات المعلم، اللي هو أول شيء الإعدادات الحساب، تغير الاسم وغيرها. عندنا أيضاً اللي هي إعدادات الخصوصية، وعندنا اللي هي الحساب، الاسم الجهاز، وآخر شيء اللي هو خروج من الحساب اللي دخل. هذه باختصار الإعدادات. طبعاً طالعنا هني اللي هو اسم الفصل اللي تم الدخول إليه، وأيضاً اللي هي كم إشعار وصل لنورة. الحين راح نشرح هذه الشاشة الرئيسية، فيها جميع الأنشطة اللي درجها المعلم. يقدر الحين الطالب بس يضغط على هذا النشاط، راح ينقل على طول على اليوتيوب حتى أنه يشاهد هذا النشاط. أيضا يقدر الطالب يعلق على هذا النشاط، مثلا يكتب له شكرا لك. نفس ما أنتم شايفين، ما يقدر ينتشر أو ينشر هذا البوست إلا بموافقة من المعلم. فبالتالي لو مثلا وصل إشعار للمعلم بأن في طالب راح ينشر البوست هذا، الحين لو سوينا ريفرش راح نشوف بأن تم نشر هذا التعليق. وبكذي نفس ما احنا شايفين، ظاهر للطالب منو اللي نشر هذا النشاط وحق منو وبأي ملف. أيضا عندنا اللي هو الكالندر للطالب، اللي هو أيام الأسبوع. يقدر الطالب أيضاً ينشر بوست عن طريق الزائد اللي فوق، راح ينشر إما صورة أو فيديو أو نوت أو حتى بورد أو رابط أو لينك أو ملف، سوري، أو لينك. هنقول مثلاً نبي الطالب ينشر مثلاً يكتب بالبورد أياً كان، وراح ينشره مثلاً هنقول في الواجبات. بكذي هم راح يجي للمعلم بأن في طالب يبي ينشر بوست، فلازم موافقتك. طبعاً راح يطلع للمعلم كل شيء، يعني راح تطلع له الصورة نفسها هذه تماماً حتى أنه يشوف شو اللي الطالب يبي ينشره، ومن ثم راح يضغط على مثلاً الموافقة وراح تنتشر عندنا لجميع الطلبة. بكذي شرحنا باختصار. الحين عندنا اللي هي الأيقونة الثانية، اللي هي الأنشطة اللي نشرها المعلم لهذا الطالب. بس بمجرد أنه يضغط على Add، ومن ثم راح ينقله للأجوبة، أو مثلاً هنقول الحل، مثلاً يكتب تم الحل، أو يكتب اللي أهم الأجوبة الأسئلة، يقدر يغير فيها لون أو حتى يغير فيها الخط. أتوقع أن احنا شرحنا هذه الإعدادات، ومن ثم راح يضغط. بكذي انتشر. هم راح يجي عند المعلم أنه قام طالب بحل هذا البوست، وبكذي راح تروح للمعلم. بهذه الإعدادات اللي هي بدن، اللي هي الأنشطة اللي حلها الطالب وخلاص. الحين عندنا هذا الخيار الثالث، اللي هي الرسائل اللي دزها الدكتور أو المعلم، اللي هي شنو التنبيهات. أيضا عندنا الإشعارات، يعني أي شيء دز الدكتور من أنشطة، من منشورات، من رسائل وغيرها، راح تجي في هذه الخانة ويقدر يرد عليها الطالب. آخر شيء عندنا اللي هي المدونة. طبعا المدونة ما راح تشتغل عند الطالب، لأن إحنا حطينا خيار إنه ما نبي ولا طالب ينشر في هذه المدونة، فبالتالي لو ضغط ما راح يقدر ينشر فيها أي بوست أو يدخلها.
إلا عن طريق الرابط. وبكذي شرحنا المعلم أو المعلم والطالب باختصار، وأتمنى أنكم استفدتوا، وشكرا لكم.